اهلا بيكم وصفه جديده من وصفاتنا على قناه الوصفه. النهارده معانا طاجن الحمام بالفريك والقشطه. الطاجن النهارده هيتقدم بشكل جديد وشكل مختلف، اتمنى ان هو ينول اعجابكم ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. عشان نسلق الحمام بالطريقه المظبوطه لازم ننزل بيه في ميه تكون بتغلي، ومش بس ميه بتغلي، لازم يكون معانا البوكيه جرانيه بتاعنا الاساسي جدا واللي هيحمي الحمام من اي زفاره، اللي هو عباره عن بصل، طماطم، ورق لوري، حبهان، كرفس. وزي ما قلنا مش هننزل حمام الا بعد غليان الميه، وهنسيبه في الحله لمده 20 دقيقه ونغطيه بالشكل. الخطوه الثانيه في وصفتنا ان احنا نبدا بعمليه تسويه الفريك. عشان نسوي الفريك هنحتاج بصل، ثوم، ونضيف الزعتر، ونضرب كل المكونات مع بعض. اول حاجه هنضيف سن زيت الزيتون. بعد ما ننزل بزيت الزيتون او ممكن زيت عادي، ننزل بالخليط اللي احنا ضربناه اللي هو عباره عن البصل والثوم والزعتر. نضيف معلقه كزبره، ننزل بالفريك، هنتبل الفريك بتاعنا، سنه ملح بسيطه، نص معلقه فلفل اسود كده. الحمام استوى معانا، هبدا اطلعه احطه في مصفى، خليه كده جنبي يصفي ميته كده على جنب. والشوربه طبعا مش هرميها لاني هستخدمها في الفريك بتاعنا. بعد ما صفينا الحمام من البيوم بتاعه هنبدا ناخد شويه من الشوربه بتاعته نسقي بيها الفريك بالشكل ده. بعد ما ضفنا الميه وقلبنا هنبدا نضيف القشطه. ممكن نستخدم قشطه بلدي او قشطه لباني حسب وجهه النظر يعني، بس القشطه مهمه قوي في الوصفه. هنزل بيها كلها وابدا اقلب على نار هاديه جدا جدا، يعني لازم اظبط النار بتاعتي قوي ان هي تكون نار هاديه. تمام، هبدا ان انا اقطع الحمام لنصين. انا عايز اولا النص اللي تحت ده هاخده كده عشان ده انا هحطه على راس البرام، وهاخد الصدر هفتح بالمنظر ده حاجه بسيطه بس كده، وبايديا هبدا اطلع لحمه الصدر بالمنظر ده. هبدا اجهز الجزء الخلفي للحمام عشان خاطر طبعا في جزء كده اللي هو الاخير ده مش مستحب ان احنا ناكله، يبقى كله دهون. هبدا اعمل بس فتحه بس صغيره كده، تمام، يبقى عندي بالشكل ده. نبدا نحط الفريك في الطاجن بالشكل ده. نبدا نحط لحم الحمام، ولو معانا كبد او قوانص للحمام برضو مفيش اي مشكله ان احنا نحطهم. نضيف او نحط جبنه موتزاريلا، ممكن جبنه رومي لو عندنا، ممكن لو جبنه شيدر مفيش اي مشكله. دراك الحمام نحطها بالشكل ده، ولو عندنا شويه اي مكسرات يبقى جميل جدا. انا عندي شويه لوز وعندي كمان طماطمتين شيري كده للتزيين، واكسر بيهم اللون كده. انا الطاجن جاهز معايا، هدخله الفرن لمده 5 دقائق على درجه حراره 200. دي كانت وصفتنا النهارده، طاجن الحمام بالفريك بالقشطه. اتمنى ان انتوا تجربوه، ويا ريت لو تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليكم. كان معاكم شيف كريم جابر، اتمنى ان يكون الحلقه عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.